Hello grade 2, unit 4, lesson 4. Read and answer. يعني اقرأ واجب. النهارده هناخد الباسج اللي عندي بتاعتي. اول حاجة بنقول في محادثة بتدور بين اشخاص. اول حاجة teacher. Today we will speak about parents. Do you like parents? يعني النهارده احنا هنتكلم عن parents. مين هما البيرنتس؟ سنة تانية father and mother بنقول عليهم parents، يعني أب والأم. Do you like parents؟ هل بتحب والديك؟ تمام، اهم البيرنتس اهم، ده الفادر اند مذر والابنة اللي هي الدوتر. وبعد كده هنكمل. جاسم قال ايه؟ قال I love my mother and my father، يعني انا بحب مامتي وبحب مين؟ بابايا. تمام كده. زياد قال I obey my parents. يعني ايه obey؟ عندي فيرب جديد اهو سنة تانية. obey يعني يطيع، انا بطيع بابا وماما، يعني بسمع كلامهم. علي قال my parents died، يعني بابا وماما متوفيين. بدر قال I respect my parents. بدر قال ايه؟ I respect، يعني ايه verb respect؟ ده verb يحترم، يعني انا بحترم والدي. تمام كده. في حد لغاية دلوقتي مش مركز معايا سنة تانية؟ يبقى عندي اول واحد جاسم قال I love my father and my mother، انا بحب بابا وماما. تاني واحد كان زياد قال I obey my parents، يعني انا بطيع والدي. تالت واحد كان علي قال my father and mother او my parents died. اخر واحد كان بدر قال I respect my parents، يعني انا بحترم والدي. طب يلا بقى نشتغل الاسئلة بتاعتي. بيقول لي mark true or false، يعني علم علامة صح او خطأ. سؤال نمبر 1، Alice's parents died. عندي هنا الابوستروفي اس دي اس الملكية، يعني والوالدين بتوع علي اللي يخصوه died. الكلام ده صح ولا غلط في سنة تانية؟ ايوه برافو true. يبقى اول ما يقول لي السؤال عندي موجود والدين علي متوفيين، طبعا احنا قريناها في الباسج ان هم اوريدي متوفيين، هقول له ايه؟ ترو. نمبر 2، بدر ريسبكت هيز بيرنتس، يعني بدر بيحترم والديه. طبعا الكلام ده فعلا مظبوط واحنا قريناه في الباسج، يبقى هقول ايه؟ ترو. اكسلنت. سؤال نمبر 3، زياد اوبيس his parents. طبعا هنا مكتوب لي obeys، حطينا الفيرب اس ليه؟ عشان زياد ده singular noun والمجموعه الثانيه الفيرب بياخد معاها ايه؟ اس. ايوه سامعاكوا، زياد obeys his parents. الكلام ده صح ولا غلط سنه ثانيه؟ ايوه طبعا، احنا قرينا في الباسج فوق ان زياد بيطيع والديه، يبقى الكلام ده ايه؟ true. excellent. goodbye.